الفول بلادر، والفول بلادر
بتؤدي الى ضغط اسمها ايه؟ سيستك ضغط. ده اللي هيعمله لي البارس سيستك. هيعمل الكول بلادر وهيعمل السيستك ضغط، تمام؟ طب البارس هيباتيكا هيعمل الشجره اللي اتفقنا عليها. الشجره بتبدا من جذر، والجذر يبدا يدي اغصان كبيره شويه، والاغصان الكبيره دي تبدا تدي ايه؟ اغصان رفيعه دي. ادي البارس هيباتيكا هتعمل الكوما هيباتيكا. والكومن هيباتيك ضغط هتتقسم لايه يا جماعه؟ رايت هيباتيك وليفت هيباتيك، تمام؟ طب والرايت هيباتيك والليفت هيباتيك هيعملوا ايه بعد كده؟ هيتقسم بقى لكور، هيعملوا برانشي فروع كورز كتيره جدا، عددها غلط طبعا اكتر مليون مره من اللي انا رسمها لكم، ده مجرد مثال فقط. كورز من الخلايا سيلولار كورز تخترق السيستم ترانسفيرس، تمام؟ طب الكورس دي هتعمل ايه وهي طالعه كده؟ هتبدي انا عندي هنا حاجه اسمها كانالكيولار، اسمها باي كانالكيولار اللي هي الانترا هيباتيك بيليال باسيس. الكورس دي هتعمل الابيثيليال لايننج بتاعها، اللايننج اللي بيبقى الكانالكيولار، تمام؟ بعد ما عملت الابيثيليال لايننج طلعت فوق، عمل بقى هنا فوق خالص خالص في النهايه بتاعتهم الهيباتو سايز اللي هي خلايا الليفر اللي بتفرز باي، تمام لحد كده؟ ادى شجره، جذر، اغصان، فروع، كومن، هيباتيك، رايت، هيباتيك، ليفت، هيباتيك، سيلولار، كور، كل حته برانش الكور، الكور دي هتعمل الابيثيليال لاين اوف ذا كانالكيولاي، ما انا عندي بعد الرايت والليفت هيباتيك اب، هيعملوا بقى كانالكيولاي صغيره ماشيه جوه الليفر، وفي اخر الكانالكيولاي خالص هلاقي مين يا جماعه؟ الهيبات وصاد، اوكي. طب دلوقتي الشجره دي وهي بتتفرج لقيت مين في سكتها؟ مجموعه من الفينز ماشيه جوه السيستم ترانسفيرسال في الاتجاه اللي انا بشغل لكم عليه ده، بتخترقوا عشان تدخل للغلط. الفينز دي سميناها ايه؟ فيتلاين وامبيليكال فينز. ادي الفيتلاين فينز وده امبيليك. المفروض نورمالي ان الفينز دي عايزه تطلع للغلط، بس في هنا كتله ميزوديرم تحت الهارت اسمها سيبتم ترانسفيرسال، فغصب عنها هتضطر تخترقها تمشي جوه السيبتم ترانسفيرسال عشان تدخل الهارت، تمام؟ طب الهيباتيك بط او الهيباتيك بريمورديان بعد ما كبر والبارس هيباتيكا بدا يدي الفروع بتاعته الكورس، الكورس طلعت كده كده زي ما انا بشوف، لقيت في سكتها مين؟ البين ما سبتهاش بقى حالها زي كده، لا بصوا الفين هنا ايه اللي حصل له؟ اتقطع، اتفتت، اتهرس، هرس الفين، ما سابوش خالص، اوكي؟ زي ما احنا شايفين كده الفينز متقطعه بالمنظر ده، انما الفين هنا سليم، ده شكله جوه متقطع. الفين بعد ما اتقطع حتت الدم اللي كان ماشي جواه خرج واتجمع ما بين الكورز دهية وعمل حاجه اسمها ايه؟ ليفر ساينوسوس. الصوره دي دي صوره هيستولوجي، يعني انتوا لما تاخدوا في الهيستولوجي اوف ذا ليفر هتشوفوا المنظر ده. انا بس جايبها لكم عشان تشوفوا الكور شكلها عامل ازاي، شايفينها؟ دي الكور اوف هيباتوسايت، فروع كتيره جدا زي فروع الشجره، وادي الفينز بعد ما اتقطعت بقت عباره عن ساينوسويد سبيسز ما بين الكور فيها بلو، اوكي؟ ودي الكاناليكيولار زي ما احنا شايفين، اوكي؟ طيب انا كده عملت الليبر، والليبر ده زي ما اتفقنا دخل هو كتله ميزودير اسمها ايه؟ سيستم ترانسفيرسال. هسيب السيستم ترانسفيرسال في حاله؟ لا، ده دخل جواه يبقى لازم يعمل تغييرات فيه. نرجع تاني للرسمه بتاعتنا دي، رسمه نفس الرسمه اللي كنا شايفينها من شويه. ادي الليبر كبر واتفرع جوه السيستم ترانسفيرسال، قسم الجزئين كود البارت الجزء التحتي وكرينيال بارت. الكود البارت اللي الليبر كبر فيه ده الميزوديرم بتاع السيبتم ترانسفيرسال لما الليبر كبر كده وتمدد بقى شكله عامل زي الميمبرين وغير اسمه، بس هي مجرد تغيير اساسي، سمى نفسه ايه؟ فنترال ميزوجاستي. والفنترال ميزوجاستي بقى هو اللي عمل الليجامنت اللي حوالين الليبر وعمل الكبسول. طب الجزء من السيبتم ترانسفيرسال اللي فوق الليبر الكرينيال بارت اللي بينه وبين الهارت فضل الميزوديرم اللي فيه ديزلي باك والكيعه الميزوديرم زي ما هي لان الليبر ما اخترقهاش، فعمل ايه يا جماعه؟ عمل السنترال
بيندول اه ده يا فريند. كشف الليجامنت بعد ما اتعملت خلاص. وانا مش هقول لكم كده شايفين كل ده كاني بشاور على مين؟ على السيبتم ترانسفيرسال، ده كان مكان. بس ده الشكل النهائي بعد اختراق الليبر فيه وبعد ما الكودا الفار اوف سيبتم ترانسفيرسال بقى عامل زي الممبرين وغير اسمه سمى نفسه ايه يا جماعه؟ فنترال ميزوجاستر. وادي الليجمنت اللي الليبر لما طلع جوه الفنترال ميزوجاستريا قسم بقى الدنيا الليجمنت حواليه. فالسي فورم قدام ما بينه وما بين الانتيريور ابدومينال وول. ليسر اومنتم ورا ما بينه وما بين الاستومك. كورونالي تريانجلر فوق ما بينه وما بين الدايفراجم والبوستيريور ابدومينال وول. امال مين الجزء الفوقاني اللي لونه ازرق ده يا جماعه؟ ده الكرينيال بارت اوف سيبتم ترانسفيرسال اللي الليبر ما اخترقهوش واللي بيفصل ما بين الليبر ده والهارت فوق واللي هيغير اسمه يسمي نفسه ايه يا جماعه؟ سنترال تندون اوف دايفراجم. لما ربط الكلام ده بالديفلوبمنت اوف ذا ستومك كنت انا ساعتها قلت لكم ان الليبر ظهر في الفنترال ميزوجاستري. ساعتها بقى ما كناش نعرف الفنترال ميزوجاستري ان ده منين. نربط بقى في محاضره النهارده ان الفنترال ميزوجاستري ما هو الا عباره عن الكودال بار او الانفيريور بار اوف السيبتم ترانسفيرسال اللي الليبر اختارها. اوكي؟ تمام. دلوقتي لما اجي اسالك كده ونجمع ارمي علينا كده دي يعني دي مش للامتحان بس دي هتفرق معاك جدا لان الديفلوبمنت اوف ذا ليفر ممكن يجي لك في مصر. فلازم تبقى فاكر الميريولوجيكال اوريجن بتاعه. دلوقتي الليفر ده اتفقنا ان هو ظهر على هيز البط. حلو كده؟ البط دي جت منين؟ من الفرجه يعني نوعها ايه؟ اندوديرم. طب حد تاني كده يقول لي ايه ده؟ يعني الليفر اندوديرم بس؟ طب خلينا نفكر. الهيباتيك بط دي عملت ايه؟ عملت فارس سيستيكا وفارس هيباتيكا. بمعنى انها عملت الفول بلادر وعملت الاكسترا هيباتيك بيلياري باسيس وبعد كده عملت الانترا هيباتيك بيلياري باسيس وفي الاخر خالص عملت مين؟ الهيباتوسايت. يبقى الاربع حاجات اللي انا اتكلمت عليها دي او الثلاث حاجات دي هي بس اللي اندوديرم. هي بس فول بلادر انترا واكسترا هيباتيك بيلياري باسيس. تخيلوا المصدر كانكم طالعين من تحت اكسترا هيباتيك بيلياري باسيس الاول مع فول بلادر يليها انترا هيباتيك بيلياري باسيس يليها فوق خالص مين؟ هيباتوسايت الاندوديرم. تمام؟ اوكي. بس احنا اتفقنا ان الليفر ده اخترق السيبتم ترانسفيرسال والسيبتم ترانسفيرسال ده نوع ايه؟ ميزوديرم. تمام؟ والحته اللي الليفر اخترقها غيرت اسمها وسمت نفسها ايه؟ فنترال ميزوجاستري. يعني الفنترال ميزوجاستري ده في الاخر نوع ايه يا جماعه؟ ميزوديرم. يبقى الفنترال ميزوجاستري ده اللي بقى محوط الليفر من كل حته نتخيل برضه قصاد عينينا من بره لجوه. عمل اول حاجه الكبسول اللي مغطي الليفر الليفر كبسول. اطلع لبره الاقي الفيسترال بريتونيوم. اطلع تاني لبره الاقي الليجامنت اللي بتوصل ما بين الليفر وما بين الانتير ابدومينال وول او الاستومك او الدايفراج. تمام كده؟ سهل الكلام؟ طيب الليفر ده في الاسبوع العاشر كان حجمه كبير. كان حجمه يساوي 10% او ده توتال بادي ويت. ليه؟ لان انا في الوقت ده في الاسبوع العاشر ما كانش عندي بون مارك. فالليفر كان بيعمل وظيفه مهمه جدا، كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ هيماتو كويتيك فانكشن. كان بتعمل حاجه اسمها هيماتو كويتيك، يعني يصنع الار بي سيز والواي بي سيز برافو. فكان ليه فانكشن محترم، وكانت الساينوسويد كتير قوي، وكانت يعني في خلايا كتير الليفر بيعملها، فعشان كده كان وزنه 10% او توتال بادي ويت. قبل الولاده بقى البول مارك كان خلاص اتعمل. هيبدا بقى البول مارك يصنع الواي بي سيز والار بي سيز ويقول الليفر خلاص بقى اركن على جنب، انا بقى هبدا اقوم بالفانكشن دي. فهيبدا بقى الوزن اوف ذا توتال اوف ذا الويت اوف ذا ليفر اكوردنج تو البادي ويت هيبدا يقل، هيوصل 5% عند الولاده. مش بس كده ده معلومه ليكوا اسيا واحنا كبار كده بيوصل كمان 2% كمان لان اللي بيكون بقى في الفانكشن دي مين مين يا جماعه؟ البون مار. ايه هي الكونجنتال انوماليز اللي ممكن تحصل في الليفر؟ مش احنا اتفقنا ان الليفر بتعمل انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك بيلياري باسجز؟ طب خدوها قاعده بقى. اي انبوبه اي انبوبه بجد وظيفه نوعها ايه؟ اول ما تتعمل يبقى في حاجه اسمها سوليد ستيج يعني بتبقى من جوه مصمطه انبوبه مصمطه. بعد كده
نتوقع ايه اللي يحصل يا جماعه؟ اكيد نبص نلاقي حته من البيليا الباستس ارتدت كده زي ما احنا شايفين ضيقه، اوكي، وطبعا الحته دي مقفوله، والديستال ضغط زي ما احنا شايفين تخينه ومليانه بايظ كتير. طبعا الاتريزيا دي ممكن تكون انترا هيباتيك او اكسترا هيباتيك. طب هي تفرق انترا او اكسترا؟ انترا دي بتبقى خطيره جدا، بتبقى جدا، يعني غالبا البيبي اللي بيتولد عنده انترا هيباتيك هي بس الدنيا من فوق مقفول خالص، غالبا ده بيضايق. طب الاكسترا؟ الاكسترا ممكن يعملوا له تدخلات جراحيه بس برضه ما بتتعداش نسبتها عن 20% من الحالات، انما معظم العيانين البيبيز اللي بيتولدوا عندهم اكسترا هيباتيك بيليا الاتريزيا دول بيحتاجوا ليفر ترانسبلانتيشن، ده العلاج. طيب دي حاجه بقى ممكن تبقى موجوده بس دي ما بتزيدش، يعني ممكن الاقي حته زياده، ممكن الاقي حته ضغط زياده اكسسوري هيباتيك ضغط واتيفر في اي حته، او ممكن الاقي البول بلادر دي اثنين، يعني دي كلها فاريشنز نورمال ما تاذيش الطفل في حاجه ولا العيان في حاجه، اوكي؟ نبدا بقى دلوقتي في الديفلوبمنت اوف ميك اب. طلباتي ليكم في الديفلوبمنت اوف ميك اب، عندي طلبين، هنأجل الاسئله لاخر المحاضره، اللي هيوصل لاخر المحاضره مش عارف حاجه يسال. تاني حاجه نقفل الكتاب في الحته دي بالذات، اللي عايز يفتح حته بس على الاسئله. لانه غالبا بتبقى المشكله مش كوريكتبل في التدخلات الجراحيه. يعني غالبا مش قادرين يصغروا حتى الاساسيين في التدخل الجراحي. الانترا دي يعني هو اللي مكتوب في كتب كتير ان هي بيتا فعلا. بس انت فعلا متاكدين ان السيلفا مانيكيولاي هو دي ناس الدايس اللي فوق السن يعني حاجات فاينة. دوب لا دوب دوب احنا قلنا مفيش اسئله على المقر. نعم. ليه ما تنرفيش؟ ترانسفيرس كولوم سوبر
الكار هيعمل اللور هاف اوف ذا كيوبيا جيوجنا إليام سيكامو أبندكس أسندين كونو رايت كولد فليكشن رايت تو سيرف اوف ترانسفيرس كونو يعني ليف وان سيرف ده اشتغل فيه. طب انا دلوقتي لو عايزه اشوف الميت جاف على الانجل ادي شكل الميت جاف على الانجل جاي منين لحد فين الاكستنشن بتاعه بدايته جاف كودا للاوريجن اوف هيباتيك بار تمام. طب نهايته تحت فين؟ نهاية تحت ما يدوش حددوها في الابل حددوها في الأضل عند الجانشن ما بين الرايت تو سيرف والليفت وان سيرف او ترانسفير سكول. طب لو احنا بصينا هنا كده على الميت جاف هنلاقيه متصل بقدام بحاجة ومتصل بورا بحاجة. من قدام في ضغط اللي انا بشاور عليها دي الضغط دي اسمها فيتيلاين ضغط او فيتيلو انتستاينال ضغط. هتلاقوا الاسمين في الكتاب والاسمين صح اكتب الاسم الاسهل فيتيلاين او فيتيلو انتستاينال ضغط تمام. الضغط دي هتوصل هتعمل كونكشن ما بين الميت ضغط وما بين سات موجود هنا في الامريكان كور اسمه يوكسات في سكنه في المكان ده اسمه يوكسات. الضغط دي هتوصل ما بينه وما بين الميت تمام. طب ورا ورا عندي فوق من الميزنتري بسميه دورس الميزنتري بيعمل كونكشن ما بين الميت ضغط وما بين البوستيريور ابدومينال وول والدورس الميزنتري ده هيمشي في الابر اوبميت ضغط اللي اسمه ايه يا جماعه؟ سوبيريور ميزنتريك ابر تمام. دلوقتي الميت ضغط ده بقى هيعمل ايه؟ الميت جاب ده بقى هيبدأ يطول يحصل له إيلونجيشن ويتحول إلى لوب. بصوا شكلها آدي الميت جاب بدأ يطول يحصل له إيلونجيشن يعمل لوب اسمها ميت جاب لوب أو انتستاينال لوب. اللوب دي شكلها إيه؟ إيه مواصفاتها لما أجي أحب أوصفها؟ ليها إيمبتي. الإيمبتي مين الضغط اللي ماسك فيها؟ بتطلعي بقى برافو عليك. الضغط دي هتوصل هنا وبين ساكنه اسمه ايه؟ يوكسات برافو. وليها ميزنتري ماسكه في البوستيريور ابدومينال وول بميزنتري دورسال ميزنتري بس مالهاش فنترال ميزنتري. والميزنتري ده ماشي فيه اركي محترم كده جوه اللوب. الاركي ده سميناه ايه؟ سوبيريور ميزنتريك اركي ماشي جوه اللوب زي الاكسس بالظبط. واللوب دي ليها دراعين ادي لب وادي لب. الليب ده ناحية الهيد صح ولا لا؟ فهسميه كرينيال ليب. والليب ده تحت ناحية التيل فهسميه كودال ليب. كرينيال يعني قريب من الهيد وكودال يعني قريب من التيل تمام. الكودال ليب ده هيظهر لي فيه سويلنج اسمه سيكال سويلنج. طب لو انا حبيت اقشر كده واقول لك ان السيكال سويلنج ده هيعمل فيوتشر سيكا وانا عندي الاستومك اهي والابر هاف اوف ذا ديودن انا ممكن. طب لو حد مركز معايا كده يقدر يقول لي تفتكر الكرينيال ليمب ده هيعمل ايه؟ هيعمل ابر هاف اوف ذا ديودن برافو جوجينا. معظم الايليوم معظم مش كل الايليوم لان الايليوم اخره سيكا صح ولا لا؟ موست اوف ايليوم لحد هنا. امال الكودا الليمب بقى هيعمل ايه؟ هيعمل بقيه الاليوم غريزته اليوم سيكم اسيب الكولوم راي كوليك فليكشر ترانسفير سكول تمام. يعني الكرينيا اللي في بدايته خالص هنا عند مين؟ لور هاف اوف ذا جوينت. والكود اللي في نهايته خالص هنا او بدايته خالص عند هنا مين؟ ترانسفير سكول. عندي هنا جوينت وهنا ترانسفير سكول. هقولها تاني عشان الحته دي هنبني عليها كل الكلام اللي هقوله بعد كده. فاللي كان نايم في الحته دي يصحى واللي كان هيكون يركز. انا عندي سكن كوني الجو يبقى قبل السيكل سويل الكريليا الليمب بس لحد الابيكسي هيعمل ايه؟ لور هاف اوف ديودن جيوجنا ايليا كله ولا معظمه؟ معظمه بالظبط. طب الكودا الليمب هيعمل ايه؟ بقيه الاليا سيكا اسند الكولوم راي فولي فليكشن و ترانسفيرس كول تمام. دلوقتي بقى الانتستاينال لوب
بالذات الكرينيال ليمب. الكرينيال ليمب معدل الكروس فيه هيبقى سريع جدا، ليه؟ عايز يعمل 6 متر عايز يعمل فيجن اوريجن، فهيبدا يعمل كويس. وفي نفس الوقت اللوب ده بيكبر، هو مش لاقي مكان جوه الابدومينال كافيتي. ليه؟ الابدومينال كافيتي حجمه صغير والليفر كبير بقى وعمال يكبر، وهو مش لاقي له مكان. فغصب عنه هيعمل ايه؟ هيطلع من الابدومينال كافيتي ويدخل جوه الامبليكس، يعني يعمل لي ايه؟ هرم. بس الهرمية دي طبيعية ولا مش طبيعية؟ دي طبيعية. ليه؟ لأن هي بتحصل كل البيبيز، بتحصل لكل في الانترايكراين لايف، بتحصل لنا كلنا عند سادس اسبوع، عند شهر ونص. كلنا لما كان عندنا شهر ونص اكتر من فيرتلايزيشن، الانتستن بتاعتنا سابت اللوب كونتستن دي، سابت الابدومينال كافيتي وخرجت في الامبيليكال كورد، فعملت هرمية. الهرمية دي سميناها فيسيولوجيكال امبيليكال هيرنيا، فيسيولوجيكال لان هي نورمال وبتحصل لكل بيت في الانترايكراين لايف. امتى يا جماعه؟ في الاسبوع السادس، يعني عند شهر ونص. طيب دلوقتي عايزين نشوف بقى الانتستاني لوب ده وهو بيكبر ايه هي الشينجز اللي حصلت فيه. ادي الانتستاني لوب، كنت واصل للناس اللي ورا؟ ادي اللوب اهي. اللوب دي زي ما اتفقنا ليها كرينيال ليمب وليها كودا ليمب، لان هي اللوب بتاعتي انا. كرينيال اللي لونها اصفر وكودا اللي لونها بينك، تمام؟ كرينيال ليمب و كودا ليمب، تمام؟ الكلام ده في الاسبوع رقم
الاسلوب ده هيعمل اديشنال 180 درجة انتي كلوك وايز روتيشن. يعني هعمل روتيشن في نفس الاتجاه بس بكام درجة يا جماعة؟ 180 درجة. بصوا ايه اللي حصل؟ بالظبط اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين. الكرينيال ليمب اللي هيعمل الجيجنم ومعظم الاليم بقى موجود ايه؟ على الشمال. والكودال ليمب اللي فيه السيكم ده بقى موجود فين؟ على اليمين. تمام لحد كده؟ اوكي. والانتستن بتت هل دخلوا كلهم كده مرة واحدة؟ لا، بترتيب ونظام. الكرينيال ليمب هو اللي هيخش الأول. والبروكسيمال بارت اوف ذا جيوجينوم هيروح على الناحية الشمال، فوق على الشمال. تمام؟ يليه بقى بقية الكرينيال ليمب هيبدأ يخش تدريجيا. تدريجيا بقى من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، من الحتة دي كويز بقى. كده. تبدأ بقى تدريجيا تخش واحدة ورا الثانية، حتة سيجمنت ورا الثانية. وترتب نفسها تدريجيا البروكسيمال بارت اوف ذا جيوجينوم جه هنا فوق على الشمال. تمام؟ وبقيه الكوينز بدات ترتب نفسها تدريجيا من الشمال لحد اليمين. جيوجينوم وبعد كده مين؟ ايه؟ جيوجينوم فوق على الشمال وايليا تحت فين يا جماعه؟ على اليمين. تمام؟ الكرينيال ليمب دخل خلاص، الكود الليمب قرر ان هو يدخل بعدين. اوكي؟ اخر حته خالص في الكود الليمب دخلت هي السيكم. وبعد ما دخل كان مكانه هنا تحت الرايت لوب اوف ذا ليفر. يعني ما كانش عندي ساعتها اسمي كولون ولا رايت كولون فليكشن. فالسيكم ده عشان يصلح الوضع ده هيعمل ايه؟ تتوقعوا ايه اللي هيعمله؟ هيبدا ينزل لتحت، يروح لمكانه في الرايت ايديك فصه، هيبدا ينزل كده كده كده، يروح في الرايت ايديك فصه ويخلق مين يا جماعه؟ يخلق الاسندنج كولون والرايت كولون فليكشن. اوكي. طب حد يقول لي بقى ده مين؟ الاصفر ده الديودن، وده مين؟ البينك الترانسفيرس كولون. مين اللي موجود قصاد التاني يا جماعه؟ مين اللي موجود سوبرفيشال لمين؟ الترانسفيرس كولون موجود سوبرفيشال للديودن. تمام؟ الكلام اللي انا قلته دلوقتي هنربطه دلوقتي على الصور وهنربطه على فيلم فيديو مدته 3 دقايق. اوكي. ماشي كده النهارده. ده مين؟ ده الانتستاينال لوب قبل ما يخرج. الانتستاينال لوب تقرر ان هو يخرج في الاسبوع الكام يا جماعه؟ السادس. برافو، دي ارقام مقدسه. ادي شكل الفسيولوجيكال امريكان هيرنيا لما الانتستين خرجت عند شهر ونص. شايفين ازاي البروكسيمال بارت اوف ذا امريكان كور مليان انتستين؟ شايفينه؟ تبقى موجودة هنا. اوكي. ده شكل الكرينيال ليمب والكودال ليمب قبل ما الانتستين تخرج. يعني انا هنا ايه؟ لسه ما خرجتش. الكرينيال ليمب موجود فين يا جماعة؟ فوق، اللون الأحمر ده والأصفر ده فوق. والكودال ليمب اللي فيه السيكم ده موجود فين؟ تحت. تمام؟ والأكسس اللي بيلف عليه اللون الأحمر ده السوبر ميزنتريك أرتري. كاني بالظبط وانا واقفه كده، لو انا كده كاني بالظبط عامله كده واقفه. سهله كده الصوره واضحه؟ تمام. بدات الانتست تخرج وتعمل لي روتيشن، روتيشن ديورينج هيرنيشن، يعني وهي بتخرج هتبدا تلف. بصوا كده ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ انتي كلوك وايز روتيشن 90 درجه. الكرينيال ليمب بقى فين؟ على اليمين. والكودا الليم اللي فيه السيكا بقى فين؟ على الشمال. وادي الاكسس في النص. تمام. اللي هي
كان سكوير. اول ما دخل كان مكانه فين هنا؟ تحت الرايت روم اوف ذا ليفر، يعني ما كانش عندي اسامي الكولوم اصلا. وبعد كده السيكال سكويرنج دهون عمل ايه؟ قرر ان هو يعمل ايه؟ لو تبصوا معايا كده قرر ان هو ينزل تحت في الرايت اريا فوسا علشان يعمل الاسامي كولوم والرايت كونيك فليكشن. ولو نبص كده ترانسفيرس كولوم علاقته ايه بالديودينام يا جماعه؟ مين اللي ماشي سوبرفيشال مين؟ الترانسفيرس كولوم سوبرفيشال الديودينام. سريعا هنبص على فيديو مدته 3 دقايق هيوضح. طبعا صوت الخاطر ادي الاستمر وادي الانتستاين اللو، تمام؟ فور جاب هاين جاب وميد جاب. الميد جاب هو اللي هيعمل اللوب، واللوب كونكتد للفيتلاين، الفيتلاين بس في اليوكسان، تمام؟ ادي الاورطه سوبيو مسنتري ابي سوري سيليا سوبيو مسنتري ابي انفيريو مسنتري ابي، تمام؟ نبص بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ للميد جاب بدأت تدخل وتعمل لوب، برافو. ادي اللوب. وهي اللوب بتخرج بتعمل هرنيشن، ايه اللي حصل لها؟ لو احنا شايفين انتي كلوك وايز بوزيشن 90 الكرينيا اللي بقت على اليمين والكودل بقت على الشمال. الكودل طلعت السيكر سكويرنج والكرينيا اللي عملت ايه يا جماعه؟ عملت الكويلز اوف جيوجن اند ايه؟ تمام. دلوقتي الابدومينال كافيتي بدا يكبر والانتستن عايزه ترجع، تمام؟ مين اللي هيرجع الاول؟ الكرينيال ليمب. هيحصل روتيشن انتي كلوك وايز والكرينيال ليمب يدخل ويروح على الشمال. وبعد كده الكود الليمب يخش يكمل الروتيشن اللي اتفقنا عليه ويروح على اليمين. وادي السي. هنشوف بقى نفس المنظر ده دلوقتي بس من قدام. ده مين؟ اللوب بيعمل هرنيشن. ديورنج هرنيشن بصوا ايه اللي هيحصل؟ روتيشن 90 درجة انتي كلوك وايز. سيكر سويلين طلعت في الكودا لين والكويز اوف ديجيجن كانت ايليام في الكرينيال لين. هتقرر الانتستن ان هي ترجع. مين اللي هيعمل بقى روتيشن ويلف؟ ادي الكرينيال لين لف وراح على الناحية الشمال، برافو. بدأ يرتب نفسه من فوق لتحت من الشمال لليمين. يليه الكود اللمب دخل جوه وادي الترانسفيرس كله ماشي سوبرفيشال لي الديودينام. طبعا العيب الوحيد بس الفيديو ده ان هو ما جابلكش السيكرم وهو صاب هيباتيك، اوكي؟ جابه وهو نزل تحت على طول في الرايت ايديا فوسا، ده العيب الوحيد. دي حاجه مدتها دقيقه واحده بس عشان الفرق بيها وبين الثانيه اللي هي جايبه السيكا وهو طبي بقى. بصوا ده مدته دقيقه، ده مختلف عن الثاني بس عشان السيكا وهو بيلف. ادي الانتستاينال جروب بيلف ديورنج هيرنيشن 90 درجه زي ما احنا شايفين والكويس ده هاتف ايه؟ اوكي. بعد كده هيبدا يحصل ايه؟ بيتيرف تكمل اللفه بتاعتها كويس والكويس اوف سمول انتستن تخش على الشمال، تمام؟ وبعد كده السيكم هيكمل اللفه بتاعته. شفتوا بعد ما دخل وبقى موجود هنا تحت الرايت بوك اوف ذا ليفر. وبعد كده هيعمل ايه يا جماعه؟ هينزل.
انت اللي ما اختفاش؟ شايفين الكم ده؟ ده المفروض ان هو بيختفي كده ويبقى بس البريتونية مغطي كده كده وكده. لو فرضنا ان الميزل دي ده زي موجود، ايه اللي هيحصل للسيكم كده يا جماعه؟ هيفضل يتحرك براحته صح؟ يبقى ايه؟ فريلي موبايل، اسمها موبايل سيك. تمام؟ طب حاجه تانية، لو الميزنتري ده جه حته اختفى، جه حته اختفى، يعني بقى موجود قدام وعلى الجنان وفي الحته اللي تحتيها ما اختفاش. انكمبليت فيوجن اند ديجنريشن موجود، وفي حته تحتها اختفى. بقى عندي مين تحت؟ الاسندنج كولون زي جيب كده، ومكان الحته اللي الميزنتري ما اختفاش فيه حاجه اسمها ريترو كويت فقط. معناها ايه؟ سببها ايه؟ ان مش الميزنتري كله اللي موجود، لا ده حته لحمت وحته ثانيه موجوده. انكمبليت فيوجن اند ديجنريشن. فطبعا الكوكي ده خطورته ايه؟ ان ممكن حته من الانتستن تخش جوه وتعمل هرميه، تتبنى الهرميه. اوكي. طيب ممكن يحصل لي ايه تاني؟ ممكن تحصل مشاكل في البادي وول. ليه؟ ما الانتستن دي خرجت من الامريكان كوكي، فممكن مكان خروجها ده يعمل مشاكل سواء قبل الولاده بعد الولاده. طب زي ايه؟ اول حاجه اسمها اومفالوسيت. الاومفالوسيت ده ببساطه شديده هي الانتستن خرجت في الاسبوع السادس، تمام؟ وفشلت ان هي ترجع في الاسبوع العاشر. يعني هي عملت هرنيشن بس ما عملتش ايه؟ ريدكشن. تبص تلاقي البيبي موجود والامريكان كول بتاعه زي ما احنا شايفين كده، عامل زي البالونه بالظبط. لو حد فيكم راح الحضانه او الريش هتشوف الحالات دي موجوده منها كتير. الانفلوسي هتلاقي الامريكان كول عامل زي البالونه والانتستين موجوده فيه. تمام؟ اوكي؟ طب عندي حاجه ثانيه. عندي حاجه اسمها جاستروسكيس. ايه بقى الجاستروسكيس دي يا جماعه؟ الجاستروسكيس دي مالهاش علاقه بالامريكان كول. ده كان في افكت، ده بادي وورد افكت جنب الامبيليكس، قارة امبيليكا، يا اما على اليمين يا على الشمال يا فوق يا تحت، بس مين لمين في معظم الحالات؟ بيلاقوها على الرايت سايد اوف ذا امبيليكس. شايفين هنا الامبيليكا السليمه ازاي مربوطه؟ اوكي؟ وهنا الامبيليكا اهي سليمه ومربوطه. والفتحه دي خرجت منها مش بس الانتستين، ده ممكن الليفر كمان يخرج، ممكن الاستمع تخرج. وتخرج بقى من بطن البيبي دايركت كده من غير اي بنتونية مغطيها. يعني شايفين الانتستين مش متغطيه بامنيوم ولا متغطيه بريتونيوم ولا اي حاجه، بتخرج كده من بطن البيبي. اوكي؟ وتبدا تبقى عايمه كده في الامنيوم كده، وتيجي تولد البيبي كده وانت بتولده تلاقي الانتستين بتاعه خارجه من بطنه زي ما انت شايف. اوكي؟ طيب بكره هتتعودوا على الصور. طب في حاجه ثانيه، حاجه اسمها ايه؟ انفانتايل هيرنيا. ايه بقى الانفانتايل امبيليكال هيرنيا دي؟ الهيرنيا دي بصوا بقى هي خرجت في الاسبوع السادس ودخلت في الاسبوع العاشر، بس رجعت خرجت تاني بسبب ان الامبيليكس ما قفلتش كويس. الام ما اهتمتش بنضافه الامبيليكس بعد العمليه، ما حصلش بروبر هيلينج وفايبروسس للامبيليكال اوريفيس، ففضل في نقطه ضعف. نقطة الضعف دي أو الديفكت ده هو اللي ممكن اللوبس أوف انتستن تخرج منها. دي طبعا نفرقها ازاي عن الأنفالوسيت اللي احنا شفناها في الأول. الأنفالوسيت دي انتستن خرجت بس ما دخلتش. إنما الأنفانتايل أمبيليكال هيرنيا دي الانتستن خرجت ودخلت بس الأمبيليكس ما قفلتش كويس، فلقيت سكة إن هي إيه؟ تطلع تاني. أوكي؟ إنما بقى الجاستروسكيس دي بتخرج جنب الأمبيليكس. المشكلة هي خرجت تحت الامبريكاس بس ما خرجتش السكين. هو لما حد بيجي له هيرنيا بتخرج السكين؟ اي حد من قرايبك عنده هيرنيا او فك بتخرج السكين؟ انت لا يقطع مع الامريكا الكورد، بس متغطية بالكفرنج اوف ذا امريكا الكورد، مش مكشوفة زي الجاستروسكيس. اوكي؟
سيما. يعني سيما دخل تحت الرايت توب اوف ذا ليفر بس فشل ان هو ينزل في الرايت ايليا فوسفي. فبص اللي ليه موجود تحت الليفر وطبعا احنا هنا ايه؟ يعني مفيش بقى بسفن الكولون والكلام ده كله. طيب ابنورمال روتيشن اوف جاتو. بصوا بقى احنا اتفقنا ان اللوب ده وهو بيخرج بيعمل ايه الاول؟ بيعمل روتيشن 90 درجه انتي كلوك وايز، وبعدين وهو داخل هيعمل اديشنال 180 درجه انتي كلوك وايز. اوكي؟ لو انا عملت خطوه واحده بس، يعني لو انا عملت روتيشن انتي كلوك وايز 90 درجه وسكت على كده ما كملتش، اللي هيحصل ايه بقى؟ الكود الليمب هيبدا يدخل الاول والسيكم يروح على الشمال، وبعدين الكويس اوف جيجن الانجينيوم هتبدا تدخل وتروح على اليمين. يعني الكود هنا موجود على ايه يا جماعه؟ على الليفت سايد، حاجه اسمها ايه؟ ليفت سايد كود. اوكي؟ طب لو حصل بقى وانا خارجه ديورنج هرنيشن، بدل ما اعمل روتيشن انتي كلوك كويس 90 درجه رحت عامل روتيشن 90 درجه كلوك وايز، بصوا ايه اللي حصل هنا؟ مين السوبرفيشال لمين؟ الاصفر ده هو الديودا والبينك ده هو الترانسفيرس كول. مين اللي ماشي سوبرفيشال لمين؟ الديودا هو اللي بقى ماشي ايه؟ سوبرفيشال ترانسفيرس كول. يعني ببساطه روتيشن 90 درجه انتي كلوك وايز واسكت على كده هتعكس الدنيا، لكن روتيشن 90 درجه انتي كلوك وايز كده بالمنظر، سوري كلوك وايز بالمنظر ده اتجاه عقارب الساعه، هتخلي هتعكس العلاقه ما بين الديودنا وما بين الترانسفيرس كول. تمام. بصوا بقى دلوقتي احنا قلنا هما بتلف 90 عشان اوضح لهم بس الكلام اللي في الكتاب. هي بتلف 90 درجه عشان ما حدش بس يبقى ملتبس عليه الموضوع. بتلف 90 درجه انتي كلوك وايز ديورنج هرنيشن، تمام؟ و180 ديورنج ريتير. 90 و180 كام؟ 270، ده اللي في الكتاب. هو بس مجمع لكم الحته دي في الاخر.